ومن ذا الذي لم يدخل السجن من علماء السلف؟ الإمام مالك سجن ولا ما سجن؟ سجن وضربوه على يديه حتى سقطت يداه رحمه الله، وضرب الشافعي، وضرب الإمام أحمد، وسجن، وضرب أبو حنيفة شيخ الإسلام ابن تيمية وسجنه، واستهزأ بهم يضحك عليهم، قال لهم أنا سجني وبيتي سواء، هي خلوة هي خلوة، ما السجن وبيتي إلا سواء، أنا سجني خلوة وقتلي شهادة ونفي عن البلاد سياحة في سبيل الله عز وجل. لكنهم عرفوا من أين يؤتى، أدخلوه السجن وسحبوا عنه المحابر والدفاتر والكتب. هذه كانت هي التي يعني أوجعته، فظل يتهجد ويتعبد ويتنسك ويدعو الله عز وجل أن يفرج همه. فرأى على وجه السجان شيئا من طيبة النفس، مو بعضهم تلقاه فيه شوية خير، يعني ولد فاميليا. قال له شوف، أنا أدعو لك بظهر الغيب، هل لك أن تأتيني بفحمة؟ غير أعطيني فحيمة بس. قال إيش تعمل بها؟ قالوا أتيني فحمة، حاشي فحمة. فأتاه بفحمة فصار شيخ الإسلام يكتب على الجدار. جاء الشرطي اللي هو أعلى درجة من هذا، وجد الجدار كله مكتوب، كتب فيه مجلد، فسحب عنه الفحم ثم أدخل عليه مجموعة من المشاغبين، يعني اللي سجن للحق العام كما يقول. فرأى فيهم غفلة، وصل وقت الصلاة فقام يؤذن يصلي وحده، فالتفت إليهم ووعظهم فأبكاهم، فصاروا جميعا يصلون، وجعل منهم مؤذنا وصار يصلي بهم صلوات الخمس، ثم عقد الدروس بعد الصلوات في الفقه والتفسير واللغة والنحو والبلاغة والمنطق، صاروا طلبة علم، وصار كل سجين في السجن يتمنى أن يلحق بزنزانة شيخ الإسلام تيمية. فإذا جاء الشرطي يقول فلان بن فلان شبيك، إفراج، خلاص قل له لا أنا عندي درس مع الشيخ. هؤلاء كما قال شيخ الإسلام تيمية، أنا روضتي في صدري، يعني حيثما حلوا وارتحلوا فهم في روضة من رياض الجنة، لأنها روضة الذكر وروضة العلم، وأناس يعيشون في القصور والفلل وصدورهم أضيق مما نتخيل، ولذلك لا ينامون إلا بالمنومات، ولا يهدؤون إلا بالمهدئات، وكثير منهم يضطر إلى أن يتناول المسكرات والمخدرات. ليش؟ لأنه قطع صلته بالله، والله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة.